عاجل. الرئيس السيسي يتلقى لقاح كورونا صورة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وذلك وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ووصل عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا إلى 505,000 مواطن حتى الآن، وفق ما ذكره الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان لام الوطني، ناشدا المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية. وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس السبت خروج 433 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 166,457 حالات حتى يوم السبت 24 من أبريل، موضحة أنه تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 39 حالة جديدة. وتستعد مصر لاستقبال شحنة لقاح يوم الثلاثاء المقبل ضمن خطة الدولة للتوسع في تطعيم الفئات المسموح لها بأخذ اللقاح، وتتضمن شحنة لقاحات سينوفارم الصيني، ويصل عدد جرعاتها إلى 500,000 جرعة.